بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. هو من كتير قوي يعني احنا كنا بن يعني بناخد مع بعض الشخصيات والنصوص بتاعة الآباء الرسوليين، فلأن بقى لنا مدة فخلوني في دقيقتين الأول بس نراجع كده شوية مين هم الآباء الرسوليين. الآباء الرسوليين هم الآباء بتوع الكنيسة اللي جم بعد الرسل على طول. يعني احنا عندنا الرسل، آخر رسول تنيح يوحنا الحبيب في يعني سنة مثلا 100 ميلادية، هم الجيل اللي بعده على طول، التلاميذ المباشرين للرسل. فدول مثلا من سنة 80-90 ميلادية لحد 150-160 ميلادية، دولة الجيل نمرة 2. يعني عندنا الرسل الجيل نمرة 1، الآباء الرسوليين تلاميذهم المباشرين الجيل نمرة 2 في المسيحية. كنا خدنا كذا شخصية وكذا نص منهم قبل كده. آخر مرة أنا كنت موجود اتكلمنا على القديس أغناطيوس الأنطاكي. القديس أغناطيوس الأنطاكي ده كان أسقف أنطاكيا اللي هي سوريا، وخدوه علشان يتحاكم في روما، وكان وحيستشهد يعني. فهو كتب له يعني ساب لنا 7 رسائل، كل رسالة موجهة لشخص أو كنيسة وفيها حكاية أو فيها موضوع. احنا خدنا واحدة قبل كده، النهاردة هناخد الرسالة نمرة 2 من رسائل القديس أغناطيوس الأنطاكي. رسالة صغيرة خالص يعني مثلا 7-8 صفحات أو يعني لو A4 كده، فنشوفها مع بعض. الرسالة نمرة 2 هي رسالة القديس أغناطيوس الأنطاكي إلى كنيسة اسمها كنيسة مغنيسيا. مغنيسيا دي بلد صغيرة كانت تبعد عن مدينة أفسس 20 كيلو، مدينة صغيرة بس كان فيها تجمع مسيحي كبير. واللي حصل، واللي يعني طبعا لو حد فكر المرة فاتت، انه هو كان رايح يستشهد، فالكنائس اللي في المنطقة، فهو طالع من سوريا ورايح ناحية روما، فخد كده من الناحية دي وطالع فوق لروما مسافر كده، فمعدي على مناطق آسيا الصغرى كلها اللي هي فيها أفسس والحتت دي. فحصل انه هو في الرحلة بتاعته كل الكنائس اللي في المنطقة، كل المدن كانت بتبعت له ناس تزوره، تسلم عليه، تشجعه، تشوفه محتاج حاجة تسلم عليه، تاخد بركته، هم عارفينه راح يستشهد. فكنيسة مغنيسيا دي عملت كده، فبعتت له، بنفهم من الرسالة ان اسقف الكنيسة نفسها، اسقف مغنيسيا ده اسمه الاسقف داموس، ومعاه 2 كهنة قايل اساميهم، واحد اسمه باسوس وواحد اسمه ابولونيوس، وشماس اسمه زوتيون. وزوتيون ده واضح ان هو كان صديقه، يعني بيقول ده صاحبي ويعني انا اعرفه من زمان. فبعت وفد كبير اسقف واثنين كهنه وشماس، وراحوا زاروه وهو مقبوض عليه، وغالبا هو معاهم كتب الرساله دي للشعب الكنيسه، ورجعوا بالرساله للشعب بتاع كنيستهم. الشيء اللطيف انه الناس دول رايحين يسلموا على واحد رايح يموت، فهم يعني رايحين يطبطبوا عليه يعني. اللي حصل انه هو اللي بيعزيهم برساله في منتهى الجمال، وكان الوضع معكوس يعني، مش هم دول اللي بيعزوه، ده هو اللي بيعزيهم. هو بيقول في الرسالة ان انتوا كنيسة جميلة ما فيهاش مشاكل، وواضح انه لما بيكون في كنيسة فيها مشاكل بيكتب يعني انتوا عندكم كذا ويبقى صحيح. فهو بيقول له يعني ما فيش مشاكل، لكن لمح لكام حاجة نقرأ بقى يعني، ناخد كام قول كده من الرسالة ونشوف بيقول لهم ايه، وكم حاجة فيها دروس لينا يعني ممكن نستفيد منها. فهو أول حاجة بيشكرهم على إن هم يعني راحوا زاروه. حياتكم بيقول لهم كده، علمت إن حياتكم تسير بيسر ونظام رائع في المحبة الإلهية، سررت وعزمت أن أتوجه إليكم وأكلمكم بروح الإيمان بيسوع المسيح. يعني بما إنكم ناس كويسين ومفيش مشاكل، أنا حبيت أقول لكم كلمتين كده تعزية من عندي يعني. ايه الكلمتين بقى اللي هو بيقولها لهم؟ اول حاجه بيشكرهم على الناس اللي راحوا، وبعدين بيقول ملاحظه. اول حاجه ابتدى بملاحظه لطيفه قوي. ايه الملاحظه؟ الاسقف بتاعهم اللي هو اسمه داموس سنه صغير، شاب وترسم اسقف. فاول ملاحظه قالها لهم، قال لهم ايه؟ قال لهم خلي انا عايز ابتدي اقول لكم حاجه، لا تستهينوا بحداثه اسقفكم. يعني مش منه سنه صغير انتوا ايه يعني تستقلوا بيه، لا
بيقول كده: بل عليكم أن تقدموا له كل احترام لأنه يمثل سلطة الله الآب، كما أعرف أن قساوستكم القديسين لم يستهينوا بحداثته الظاهرة، بل كحكماء فالله أظهروا له الخضوع ليس له بل لأب لله الآب أبو يسوع المسيح الذي هو أسقف الجميع. فأول ملاحظة قال لهم إيه؟ قال لهم أنا عارف، يعني أنتوا ما عندكمش مشاكل، بس خبالكم أنا ملاحظ، أنا عارف أن الأسقف بتاعكم ظهر في السن، فما ايه ما تستهينوش بسنه. وزي ما الكهنه الاباء كان اللي في المدينه يعني احترموه وقروه كاسقف جاي من الله، انتوا كمان لازم تعملوا كده، ما تستهينوش بايه بسنه. ده طبعا ده درس يعني لينا. ساعات واحد يشوف خادم كاهن سنه صغير فيبتدي يقول ايه ده، انا سوري ده مش عارف ايه ده، ده انا اسف التعبير، ده جايبين عيل يعني يرسموه، جايبين مش عارف واحد ايه. لا، المنتاليتي دي هو بيقول مش احنا مش بنشتغل بيها. فيقول كده: في الاجل كرامه ذاك الذي اختارنا يجب ان نطيعه بلا رياء. ويقول ايه بقى طاعه المسؤول الخادم اللي بلا رياء دي؟ بيقول ايه يعني؟ بيقول بشرط تكون بلا رياء. يعني ايه بلا رياء؟ وبيشرحها، بيقول ايه، انا عشان هي بس حطيتها في باراجراف فانا هقولها بقى. يعني مش تيجي قصاده قدسك ونيافتك وتيجي من وراه ايه ده جايبين واحد لا بلا رياء، لانه ايه، لان الذي يخدع لا يخدع الاسقف بل يخدع الله الذي لا نراه. وهذه جريمه ليست موجهه الى الانسان بل الله الذي يعرف الخفيات. يعني ما ينفعش انت تقدم احترام شكلي بس انت من جواك عمال تقول ده مش، لا، التقدير والاحترام لازم يبقى ظاهري وكمان في القلب، مش بس منظر عشان بس ما حدش يقول انتوا ايه عيب تقولوا كده ما يصحش كده. فدي اول حاجه ملاحظه، وملاحظه لطيفه جايه لنا من القرن الاول، بتتكلم على يعني احترام الخدام والكليروس يعني او اي خادم بصفه عامه. الملاحظه الثانيه يبتدي يقول لهم ايه، ودي حاجة لو تفتكروا قبل كده في كل نصوص القرن الأول موجودة، فكرة أن أنتوا قدامكم طريقين، طريق للحياة وطريق للموت، اختاروا طريق الحياة عشان تمشوا. فكرة حاجة اسمها فكرة الطريقين، يعني أنتوا ليكوا سكتي، كان طريقة وعظ زمان كانت يعني رئيسية في كلام الأباء الرسولين. فيقول لهم أنتوا إحنا كنتوا عارفين أن إحنا قدامنا طريقين، طريق للحياة وطريق للموت، عامل زي العملة أم وشين. ده تشبيه لطيف هو قايله هنا بقى، عامله زي العمله اللي مش احنا لينا وش بتاعنا اللي احنا هو بيقول كاننا احنا العمله، يعني في وش لينا مرسوم عليه الله الاب بابنه يسوع المسيح، اللي هو احنا مرسوم فينا صوره الله. فاذا ده وش العمله، عمله الحياه اللي احنا لاجب ان نسير بيها. وده تشبيه مميز يعني مش موجود في بقيه النصوص، فكره ان طريقين الحياه دي عاملين زي العمله، في وش يمثل المده مش عايزينه، وفي وش يمثل الحياه مرسوم في عليه الله الاب بابنه يسوع المسيح. سوره الملك بالظبط، سوره الملك. بعدين دي فكره، بعدين يرجع تاني يتكلم، هو اتكلم على احترام الكليروس او الاسقف، هو ما قالش ان في مشكله الحقيقه، يعني ما نظلمش الكنيسه، ما قالش حد بيسيء له، يعني هو بس حب يديهم يعني ايه ملاحظه. يعني الحاجه التانيه ابتدى يتكلم على اهميه وحده الكنيسه، واتكلم فيها في الرسائل كلها، ان انتوا بقى كاسقف وكهنه وشعب وشمامسه لازم تبقوا في حاله وحده، ودي كررها 4-5 مرات في الرساله الصغيره. أنصحكم أن تجتهدوا في من أجل أن تفعلوا كل شيء بتآلف، تآلف بهارموني، بتآلف لله، تحت رئاسة أسقفكم كرمز لله، والكهنة كرمز لمجمع الرسل، والشمامسة الأحباء جدا إلي كمؤتمنين على خدمة يسوع المسيح الكائن قبل الظهور مع الآب والذي ظهر في الزمان الأخير. أنا ملاحظة بس قبل ما أرجع للوحدة، أنا دي أقدم مرة أنا أشوفها، معرفش في أدم فيها تعبير المسيح الكائن قبل الظهور. طبعا ده احنا عارفين ده تعبير في قانون الإيمان، وتعبير بيتكلم على أزلية قنوم الابن، كائن قبل الظهور، قبل الزمن يعني. فده تعبير يعني موجود في الآباء بتوع نقيا وما بعد نقيا القرن التاتراب، بس دي أقدم مرة أنا أشوفه، ما أعرفش، ما أعتقدش إنه في أقدم من النص ده. فلو أنا يعني ملاحظتي سليمة هيبقى ده أقدم مرة أب من الآباء بيوصف، مش كلام خالص فيه طبعا، أنا بتكلم على الآباء، المسيح إنه كائن قبل الظهور مع الآب. التعبير ده يبقى أول حد يستخدمه هيبقى أنا، لو يعني لو أنا مع يعني لحد علمي هيبقى أغناطيوس الأنطاكي. فبيتكلم على
انه الوحده ما بين الاسقف والكهنه والشمامسه والشعب لازم تبقى كامله. ذكرها 4-5 مرات. الحاجه اللطيفه ان هو بيربطها بايه؟ بالعلاقه بين الاب والابن، يعني لازم تبقوا واحد زي ما الثالوث واحد. ويقول كده: فكما ان الرب لم يعمل شيئا وحده او بمفرده او بواسطه رسله بدون الاب لانه واحد مع الاب، هكذا انتم لا يجب ان تعملوا اي عمل بدون الاسقف او الكهنه، ولا تحاولوا ان تبرروا ما تفعلونه بمفردكم، بل اعملوا معا كل شيء ليكن لكم صلاه واحده، طلبه واحده، فكر واحد، رجاء واحد في المحبه، في فرح لا يشوب عيب. فالفكره انه كلنا نبقى واحد زي ما الله الاب والابن واحد. طبعا هو يعني ايه نوع وحده البشر دي؟ يعني زي احنا نبقى واحد زي الثالوث، الثالوث ده واحد في الجوهر، دي حاجه ما حدش يتخيلها اصلا. ولكن الحقيقه هو مش جايبها من عنده، هو جايبها من طلبه المسيح اللي صلى في جسيماني، قال ايه وفي صلاته: ليكن الجميع واحدا كما انا فيا وانت، يعني كما ان انا وانت يا لاب واحد، يكونوا هم كمان واحد فينا. فدي طلبة المسيح إن الكنيسة تبقى واحد زي ما هو، وده مستوى وحدة الحقيقة. يعني إحنا لما بنيجي نشرح الثالوث، الناس أنا آسف في التعبير بتستراجل عشان تفهم إزاي الثالوث واحد. إحنا المسيح مش بيطالبنا إن إحنا نفهم الثالوث بس، إن إحنا نقتني وحدة على مثال الثالوث. وده طبعا شيء مش بشري، ده من الروح القدس، ده شيء مش بشري، ده من الروح القدس. فالفكرة دي قررها أكتر من 5-6 مرات. الفكرة التانية اللي موجودة ودي الأخيرة اللي موجودة في يعني في الرسالة بتاعته، إنه قال لهم واضح إنه الكنيسة دي كان فيها قسم، إحنا في 120-130 ميلادية، ففي ناس كتير كانوا يهود أصلا. يعني أي كنيسة في العالم زمان في العصر ده في جزء كان يهود وبقوا مسيحيين، وفي جزء ايه أمم بقوا مسيحيين، ده الوضع في العصر ده. فبيتكلم بيقول لهم بقى خلي بالكم ما ترجعوش لحاجات التهود، ما تروحوش ترجعوا لايه لورا، بلاش تتورطوا في اي حاجه ليها علاقه بسلوكيات قديمه، اطرحوا عنكم الخمير الفاسد العتيق وتحولوا الى الخمير الجديد الذي هو يسوع المسيح، وليكن هو ملح حياتكم حتى لا يفسد واحد منكم لأنكم من رائحتكم تعرفون. يعني زي ما بولس قال أنتم رائحة المسيح إيه الزكية. وبيقول ما ينفعش تحط اسم يسوع عليك، تقول أنا بتبع اسم يسوع وانت في حياتك ماشي سواء غلط أو ماشي بعادات يهودية. انت بتقول أنك مسيحي يبقى تبقى مسيحي، ما تبقاش يهودي. دي فكرة قالها. طبعا أنا قلت لكم موضوع أنه بيتكلم على وحدة الكنيسة، نفس الفكرة بيقررها في يعني في أكتر من باراجراف. الحاجة الملاحظة برضو الحلوة أنه الجمل كلها تلميحات من الكتاب المقدس، سواء الرسالة كلها، سواء بيقول أبو مثلا كذا، أو هو الكلمة جاية تلميح، وإن زي ما بيقولوا أنتم الملح خلاص. وما قالش بقى أبو الرب يسوع قال كذا، بس هو عارف الناس هتفهم إن ده اللي المسيح قاله في متى وهكذا. فكلها تلميحات من الكتاب المقدس. أختم بعبارة من الرسالة بيقول إيه، هي فيها بس ملاحظة في الترجمة ما علينا، مش بس هقراها لكم كده. بيقول كده: أطيعوا أسقفكم وليخضع بعضكم بعضا كما خضع يسوع المسيح للآب وللروح في الجسد. هقراها تاني: اخضعوا للأسقف، ماشي، ليخضع بعضكم بعضا كما خضع يسوع المسيح للآب والروح في الجسد وهو في تجسده. وده حاجة مش هخش في الموضوع، بس يعني ده تعليم، ده تعليم قاله القديس كرولوس في لما شرح ازاي المسيح اتجسد. فدي اشاره بدري قوي قوي قبل 300 سنه من مشاكل النسطور وطاخي والناس دي، بتتكلم على انه ازاي هو بيؤمن بالهيه المسيح، وفي نفس الوقت بيشوفوا ان هو في التجسد كان بيطيع الاب في الشكل الجسدي. فدي جمله جايه من 400 سنه او 300 سنه وقتها، احنا لو 100 حاجه يبقى 300-400 سنه قبل مشاكل خلق دنيا، و300 سنه قبل افسس، ولا 200 سنه قبل افسس. فجمله كان يعني انا بالنسبه لي برضو فوجئت ان الجمله كده قبل افسس بكتير قوي. فرساله لطيفه خالص
هو بيختمها بأنه بيقول لهم إيه؟ يسلم عليكم الأفسسيين الذين في سمرنا. هو في سمرنا وقتها، فهو بيكتب وفد أفسس اللي رايح يزوره جه برضه، فهو بيسلم فقال لهم أنا بكتب لكم وكمان معايا مين جماعة بتوع أفسس بيسلموا عليكم. فالحكاية إيه يعني؟ مربطة ببعض، الحكاية مربطة ببعض. ومين بقى هو موجود في سمرنا؟ مين الأسقف اللي موجود؟ بوليكاربوس، القديس بوليكاربوس. فبيقول لهم بيسلم عليكم وبتوع أفسس بيسلموا عليكم، والقديس بوليكاربوس هو أسقف مش قديس وقتها، بوليكاربوس أسقف سمرنا بيسلم عليكم كمان. فالحكاية إيه؟ مربطة في بعض، إنه بيكتب رسالة وحواليه ناس كتير من العصر بتاعه وبيبعتها للكنيسة دي. أشجعكم تقروا رسالة يعني لو حد عنده وقت. شكراً.